مرحبا بكم في المدرسة العربية الوطنية مع فيديو اليوم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم جميع فيديوهاتنا التعليمية والتي ننشرها لطلابنا أولا وللعالم أجمع. Good morning, Yatani. How are you? I hope you're doing well. Today we are going to talk about letter L. من lesson number 2 من unit 11 what does he look like okay as usual لدينا خمس امور يجب معرفتها عن الحرف. The first one is اسم الحرف. Okay, اسم الحرف اسمه letter L. Letter L. Okay, number 2 صوت الحرف وهو اللي بهمنا صوته لا. صوته لا. Number 3 شكل الحرف. We have two shapes, okay, as usual. L, capital كبيرة, and L, small صغيرة. L, capital كبيرة, and L, small صغيرة. بالنسبة لنمبر 4, طريقة كتابته سهلة جدا, okay? It's very easy as usual. Okay, L, capital كبيرة, and L, small صغيرة, التنتين بيكتبوا على أول ثلاث سطور. بس إنه L, capital كبيرة, تكتب بهذا الشكل. واحد, بعدين شحطة صغيرة. أما L small صغيرة تكتب بهذا الشكل فقط واحد. أوكي؟ أوكي. And the last one examples. We have many examples. The first example is leopard. Leopard. بمعنى فهد. أوكي؟ Leopard. Leopard. أوكي. The second example is hello. Hello. بمعنى مرحبا. ولاحظوا هنا الال سمول الصغيرة جاءت بالوسط. اوكي اوكي. The third example is lamb. Lamb بمعنى مصباح. اوكي. The next example is lion. Lion بمعنى اسد. And the last example is long. Long بمعنى طويل. اوكي. لونج طويل تستخدم لوصف طول الشعر. أوكي؟ أهلا وسهلا بكم في مدارس العربية الوطنية. نحيطكم علما بأن التسجيل ما زال مستمرا من الروضة وحتى الصف الثامن الأساسي للبنين والبنات. نرجو منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد.